نعود إلى بصائر القرآن، وهذا السؤال المتعلق بالموت والقبر، وذلك موضوع كلامنا بحول الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، إلى آخر الآيات. نقف عند هذا الحد. ذكرنا مما ذكرنا مما وعد الله به بني إسرائيل آيات سوابق هي متوجهة بالمعنى وبالقصد إلينا نحن أيضا معشر المسلمين، وهذه الآية من ذلك. فليس المقصود بني إسرائيل فحسب، وقد ذكرنا قاعدة العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو بإطلاق اللفظ أو بما شئت أيضا من القواعد والمباني. فالله جل وعلا نادى عباده، ومنهم هذه الطائفة التي أنعم الله عليها في أزمنة سابقة قبل أن يغضب عليهم، لأنه في النهاية ماذا حصل لهم؟ فباءوا بغضب على غضب، نعوذ بالله من غضب الله. فالتذكير إذن بالنعمة وبالتفضيل إنما هو بما سبق في تاريخهم، وبما جعل الله فيهم من الأنبياء الكثير. أغلب الأنبياء اللي جاءوا من عند الله عز وجل الرسل بعثوا في بني إسرائيل، حتى اغتروا وظنوا أن لا يكون نبي إلى يوم القيامة إلا منهم، وهذا واحد من أسباب كبريائهم ورفضهم الاعتراف والإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن منهم، كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل. فحذرهم الله جل وعلا مما حذرهم منه قبل، وقد بيناه، وختم لهم النذير باتقاء اليوم الآخر: واتقوا يوما، وانكره نكره يوم ماشي اليوم يوم. والتنكير في العربية قد يفيد التعظيم والتهويل كما في هذا السياق. واتقوا يوما لأنه يوم ما عندوش خوه، هذه فائدة التنكير في هذا السياق لتهويله وتعظيمه. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا أحد من العالمين يستطيع أن يكون هو نفسه ولا ما بين يديه فدية لغيره، بل الكل يبحث لنفسه عن الرضا وعن الخلاص. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ما تستطيع النفس آنئذ أن تتشفع إلى الله بشيء، وما ذكر من شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام هي فقط للصالحين، ثم بعد إذن الله جل وعلا، بعد إذن الله جل وعلا. ولا يؤخذ منها عدل، العدل هو البديل، حل تمن تتخلص على رأسك باش تخرج من الورطة، ذاك الشيء اللي كتخلص على رأسك هو العدل. لا يؤخذ منها عدل، لأن ما عندها عدل أصلا، ما عندها باش تخلص، لأن الملك آنئذ إنما هو لله الواحد القهار جل وعلا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا يملك آنئذ أحد شيئا، لا من المال ولا من الولد ولا من أي شيء، لأن الأرحام آنئذ تنقطع، فلا أنساب بينهم يومئذ، أنساب تنقطع. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل، هذا محل الشاهد عندي، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نعوذ بالله من عذاب الله. القصدها هنا أن الإحساس بالرحم يموت، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والشيء العجيب أنه جل وعلا عبر بعاطفة الأم وأقصى ما تكون عاطفة الأم متوهجة في المرحلة الأولى ديال الطفولة وقت الإرضاع. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، سواء قصدنا بالحمل حمل المرأة أم حمل الأرض أم حمل كل شيء، فأنا إذن كل شيء يتبرأ من كل شيء، الأنساب تنقطع، يعني الإحساس بالقرابة النسبية بالمعنى الوجداني كما هو كين في العلاقات الاجتماعية الأرضية لا يكون آنئذ، يموت. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما مساليش الناس، مسالي راسه، لا يخطر بباله شيء من رحمه،
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، نفس ما تقدر تخلص على نفس إطلاقا. هذا الأمر يشعر الإنسان آنئذ أن طبيعة الحياة الدنيا مختلفة عن طبيعة الحياة الآخرة. هذا هو الشيء الغريب في الأمر، طبيعة ديال التكوين الدنيوي مختلفة عن الطبيعة ديال التكوين الأخروي، والله جل وعلا يخبرنا بذلك ابتداء باش نردوا البال، بحيث الدفء اللي كيحس به الإنسان الآن في العلاقات الاجتماعية سيفقده يوم البعث ولا يبقى منه شيء. نعم ينبعث مرة أخرى ولكن فقط في الجنة، يعني مرحلة ما بين البعث وما قبل دخول الجنة تم فلا أنساب بينهم يومئذ، تم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تم يوم يفر المرء من أخيه إلى آخر الآية. لكن حينما يدخل أهل الجنة الجنة يؤخذ آنئذ إلا المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فكل ذي خلة بذي خلة ترجع إليهما العلاقات الاجتماعية الحميمية، وترجع الأنساب والعواطف لمن دخل الجنة، لمن دخل الجنة فيما بين أهل الجنة لا فيما بينهم وبين أهل النار، ولو كانوا من أبنائهم أو من آبائهم أو من إخوانهم. فشيء عجيب جدا أن الله سبحانه وتعالى هذه القيم الجميلة، لأن الرحيم معنى جميل، الرحم والأرحام من حيث هي علاقات اجتماعية معنى جمالي في الأرض، والجماليات الأرضية لا تكون على حقيقتها إلا في الجنة، كسائر الأطعمة والأشربة، جميع الملذات الدنيوية من كل ما زين للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا الذي هو ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآب، كل هذا مما هو زين للإنسان في الدنيا يزين له على الحقيقة لا على الخيال، على الحقيقة في الآخرة، ويجد له لذته، فإذا أكل أو شرب فعلى كمال اللذة والمتعة. أما لذة طعام الأرض وجمال شهوة الأرض فمحدود لدقائق وسويعات. وقال العلماء لا وجود للذة خالصة في الأرض، ما كيناش دير الاستقراء التام حسب وتبع شي متعة في الأرض اللي هي متعة 100% أبدا، نتمتع بها فقط بما غلب عليها من المتعة، وإلا ففيها شقاء من جانب آخر ما كنحسوش به، لأنه ديك المتعة اللي كتيرة كتنسي لنا ذاك الشقاء الآخر. وسبحان الله العظيم، يعني تدبر العلماء والحكماء في متع الدنيا فوجدوها تنتهي ببدايتها، المتعة متعة ما حدك ما بديتها، ما حدك موحشها وكتسناها، من اللي تبداها راها كملت، دير هذا القياس في الطعام والشراب والزواج ما شئت، غير تبداها كملت. وجرب سبحان الله العظيم فيما هو من المأكولات أو المشروبات أو ما شئت من الأمثلة في خيالك، يعني الطعام اللذيذ الذي يعجبك والذي تشتهيه هو عندك لذيذ ولكن في الخيال، ما حدك موحش وعندك إليه عطش أو جوع بأي معنى أردت، حتى إذا بدأت فيه وجدت قمة لذته في البدايات، ولكن مباشرة بحال اللي غترسم للذة واحد الخط، رسم بياني، خط بياني غادي يطلع القمة ديالو، غير مجرد ما تبدأ اللقمات الأولى أو التناول الأول أو الشرب الأول كيبدأ ينقص. سبحان الله راضي كيبدأ ينقص ينقص، غير هو كيمكن في ديك الدقائق ولا الثواني الأولى ما كتحس شي بالنقصان ديالو، لأنه كيتحرك بحال داك الشكل ديال الساعة، هي راه غادية ولكن انت ما كتنتبهش ليها. ولكن مما يؤكد لك هذه الحقيقة أن شعورك بلذة الطعام في ابتدائه ليس هو شعورك بلذته عند انتهائه، كتاكل واحد المأكول طيب لذيذ، اللذة اللي كتشعر بها في ذاك الأول ماشي هي اللذة اللي كتشعر بها وانت كتكمل، ولا هي اللذة اللي كتشعر بها وانت في متوسط الشبع، مازال ما شبعت ولكن متوسط، فذاك المتوسط لذيذ ولكن قبل منه ألذ منه، ألذ منه اش معناته؟ إذا اللذة كتنقص 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 حتى تعطي درجة صفر، ما تبقاش تشعر باللذة نهائيا. فإذا زدت فوق الشبع تنقلب اللذة إلى عكسها تماما، كتولي هذاك الشيء اللي كان كتلذ به كتولي كتكرهه، عاد
دابا كنت مشوق ليه وكتقول لذيذ، هانت دابا كتكره. فإذا أكلت فوق الحجم الطبيعي منه وداومت عليه ربما عفته إلى الأبد. كتوقع الإنسان سبحان الله واحد الطعام كيقول لك ضربوا هذاك الطعام، لأنه شي وقت كلا فيه أكثر من القياس، وتصب التخمة وتركب له واحد الهاجس نفسي غير يشم ريحته يرفضه. هذه طبيعة الملذات في الحياة الدنيا. أما عيش الآخرة في الجنة فقد وصفه الله جل وعلا بأنه رغد، وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد قال هل اللغة وهل تفسير العيش الرغيد، أي الذي لا ينقطع ولا ينتهي. هو في الأرض ما كاينش، ولما نقولوا عايش حياة رغيدة للمجاز فقط. أما حقيقة اللفظ فإنما هو في الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. لأنه يأكل الطعام أي طعام من أي لذة أكل أو تناول لا تنقطع لذته في فمه، كيبقى ديك اللذة في الفم ديالك مدة حتى تأكل عليها لذة أخرى. وهكذا يبقى الإنسان في الجنة بينما لذات لا تنقطع أبدا، وهذه حقيقة العيش الرغدي أو الأكل الرغد. ما قبل ذلك الذي هو اليوم العصيب، وهو يوم البعث والنشور، وبما يتضمنه من حساب لا أثر لأي شيء من ذلك، بل الأنساب منقطعة والهول يملأ الإنسان. والمشكل من هذا كله الفردانية، وذلك قوله جل وعلا ولقد جئتمونا فرادا، يعني واحد واحد، وهذا من أصعب المشاهد في هذا الأمر. وهو أيضا مما يفسر به قول الله جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. كل واحد كيتحاسب وحده وحده، بحيث إن حساب الناس يكون فرديا، كل واحد كيتحاسب وحده بينه وبين اللي خلقه، فمن شخصين يستره الله ومن شخصين نعوذ بالله يفضحه الله، صلى الله العافية. ولكن الحساب فردي، شحال من واحد كيتصور يعني أن يوم القيامة بما أنه الحساب فردي غادي الناس يبدأوا يتسناو واهلي فوقاش يوصلوا الدور ديال الحساب، وهذا لا يتحقق. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يتصور هذه الأشياء إنما يقيس فعل الله على عقله هو، يعني لأن الذي يحاسب الناس إنما هو الله نعوذ بالله من الحساب. ونسأله جل وعلا أن ييسر حسابنا وأن يجعله عرضا لا حسابا، لأن في الحديث من نوقش الحساب عذب، صلى الله العافية. يعني اللي حسب الله على النقطة والفصلة كما كان عبره يعذبه، لأنه غير يلقاه مغلوب إلا در معك الحساب النيت بالنقطة والفصلة. ما شكر النعمة غير تمان ما نخرجوش من شكر النعمة، يعني كل الناس في شكر النعمة يجيب صفر، لا أحد يدخل الجنة بعمله في الحديث الصحيح. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك المؤمنون الذين أحبهم الله جل وعلا وقابل أعمالهم على ضعفهم لما أخلصوا، ها فين كاين النقطة، لما أخلصوا لله من العمل، فلا يحاسبهم الحساب النقاش وإنما يحاسبهم الحساب العرض. فالله جل وعلا سريع الحساب كما قال الحق سبحانه سريع الحساب، إن الله سريع الحساب، لأنه سبحانه وتعالى يحاسب الناس بمقتضى ربوبيته لا بمقتضى بشريتنا نحن. يعني الإنسان كما قلت قبيلة كيدير القياس، الإنسان كيغلط كيدير القياس، كيقيس القدرة الإلهية على القدرة ديال عقله هو، هذا غلط كبير. سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يوصف بمقاييسنا، بل يوصف جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه جل وعلا. يعني أنا وانت فعلا كما هو مشاهد في المثال العامي الشعبي، إذا تكلمت مع واحد ما يمكنليش نتكلم مع اثنين، إذا تكلمت مع واحد في خصوص نفسه في المشكل دياله هو ما يمكنليش تكلم مع واحد آخر. ولذلك كتلقى الواحد اللي كيبيع في الحانوت إلا واحد قال له اعطيني هدي واعطيني هدي اعطيني في خطرة واحدة كيتلف، كيطلب من الناس اسمح لي نكمل مع واحد عاد نبدأ مع واحد. هذا سميته الضعف البشري. والله جل وعلا اسمه الرب جل وعلا، الرب الخالق، فلا يقاس سبحانه وتعالى شيء من صفاته وجلاله على خلقه، بل هو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. فلذلك سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى عليم وخبير وسميع، يسمع كل شيء يقع في الوقت نفسه، وهو جل وعلا فوق كل وقت.
لا يحكمه وقت ولا زمان، لأنه جل وعلا هو رب الوقت ورب الزمان. نملة تدعوه هناك في بطن الأرض، ونحلة هنالك، وحوت في قعر البحر، وشخص هنا وشخص هناك، وخلائق شتى تحت الأرض وفوق الأرض وفي السماء، كل في وقت واحد يسأل الله ويسمع سبحانه كل ذي سؤال، ويجيبهم كلهم جميعا بمقتضى إرادته جل وعلا، ولا يشغله سمع عن سماء. الصوت ديال هذا ما غاديش يتلفوا على هذا، أنا وياك نتلفوا، هذا رب الكون جل وعلا. ولا يؤوده حفظهما، ما كيعييش ما كيمحنوش الحفظ ديال الكون والتدبير ديال الكون، وهو العلي العظيم جل وعلا. هذه معاني الربوبية. ولذلك بنادم إلا بغى يخدم عقله مع الذات الإلهية أحد أمرين، إما أن العقل ديالو تفجر لأنه لا قدرة له ولا طاقة له على استيعاب المعنى الرباني، وإما أنه ينقص الحق قدراه، وهذا شرك. ولذلك أمرنا بالتنزيه والتسبيح. ما معنى التنزيه؟ التنزيه يعني أي حاجة تجيك البالك من الأشكال البشرية والكائنات كتقول الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، سبحانه وتعالى عما يشركون، كتقول سبحانه سبحانه، يعني هو فوق كل هذه الأشياء، ليس كمثله شيء. ومن هنا كان جل وعلا سريع الحساب، سريع الحساب بما يقتضي عظمته وجلاله جل وعلا. هذا اليوم الرهيب الذي يتولى ملكه وتدبيره هذا الرب العظيم بهذه الصفات لا يكون فعلا إلا يوما رهيبا، ولا يكون إلا يوما عقيما. ما عندوش خوف من هنا. إذن بنادم اللي عنده عقيدة اليوم الآخر تبدأ تعجب له إذا كان يأكل أموال الناس بالباطل. عجيب عجيب، لأنه يورط نفسه فيما لا قبل له به. منين غادي تجيب حق الآخر وحقوق الناس حينما يسألك صاحب الحق حقه يوم القيامة؟ عرفت هذه الساعة؟ طب الله العافية، ملحق ما عندوش حل إلا يحيد لك حقه، لأنه إن كانت حسناته قليلة فهو محتاج للحسنات باش يتنقد من النار، يمشي لعند يقول لك اخويا عطيني ديالي باش نكبر به الحسنات ديالي، غيقلعوا لك من حسناتك، ما عندكش الحسنات غادي يقلع من السيادة ديالو ويحط لك في ظهرك. ان كانت حسناته كثيره، عنده الحسنات راه ما غاديش يقول زعما الحسنات عندي بزاف اذن هاد الحسنات اللي عندي بزاف ما كاينلاش نزيد الحسنات. حتى واحد ما كيكون غني عن الحسنات في ذلك اليوم، حتى واحد ما كيكون غني عن الحسنات، لأنه ثبت في الحديث أن أهل الجنة أيضا يندمون. أصحاب الجنة حتى هما عندهم واحد النوع ديال الندم، علاش؟ لأن كيشوف المراتب العالية عود اللي ما وصلهاش هو، كما في الحديث الصحيح إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء. شوف واحد النجمة بعيدة بينك وبينها كما يعبرون اليوم ملايين السنوات الضوئية. شنو هذاك القصر ديال سيدنا عمر؟ ما بينك وبينه ملايين السنوات الضوئيه. العمل ديال سيدنا عمر ماشي هو العمل ديالي. فتتمنى لو انك لم تضيع الوقت الفلاني والوقت الفلاني، ولم تفلت الحسنه الفلانيه، ولو اشتغلت بالحق الفلاني والخير الفلاني لكانت مرتبتك هنالك او قريبا من هنالك. ولذلك الحسنه حتى انك يفرط فيها باش الانسان ما يبداش يظن الظن الخاوي، يوم القيامه يوم عصيب، سعدات اللي مات وما مركب له في داره حق حتى شي واحد، هنيئا له. ولذلك المؤمن فعلا الذي له عقيدة اليوم الآخر كيرفض الهم لهذا اليوم الآخر، رفض الهم وضرب له الحساب، ويتذكر دوما حقوق الناس التي عليه، ديما عايشة معاه كتأكل وتشرب حقوق الناس، تأكل وتشرب كما نعبر بعاميتنا، كتأكل وتشرب منه، فلا يجد راحة إلا عندما يقضي الناس حقوقهم أو يستعفيهم في الدنيا، يسمحوا له هنا يسمحوا له هنا، أما لهيه ما مضمونش. ولذلك قال جل وعلا واتقوا يوما، لأن الأصل في التقوى أن يتقى الله جل وعلا، واتقوا الله، ولكن قد يعبر بالتقوى عن شيء مما فيه رهب أو دعاه الله فيه كاليوم الآخر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني رد البال لواحد النهار من يوم القيامة، ارفد الهم لهذا اليوم واجعله شعورك الدائم وإحساسك القائم بالليل وبالنهار. فإذا اتسع إيمان العبد بهذا حل مكان الرهب الرغب، ومكان القلق الطمأنينة والسكينة. إن سبحان الله العظيم الإنسان يعني يعيش على هذه العقيدة
يعني كتحول هذا الخوف كيتحول فيه لرغبة في أن يدرك من جمال الله منازل الجنة، والقلق وعدم الطمأنينة كيتحول لطمأنينة وسكينة. ولذلك شخصون سأل عن أمرين، أن الموت أو تفكيره في الموت وفي القبر جعله في فزع رهيب، حل وقع له واحد النوع ديال الفوبيا، يعني هذاك المرض ديال الخوف ما كيوصل واحد المستوى نفسي حالة مرضية. هذا إنما يقع لعدم الفهم الحقيقي لحقيقة اليوم الآخر. بقدر ما كيآمن الإنسان باليوم الآخر ويعرف الخطورة دياله، فيتعلق آنئذ بالله جل وعلا، لأن الله سبحانه هو رب اليوم الآخر، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، فإذا تعلقت بهذا الرب الكريم الرحيم إلى غير ذلك من معاني الأسماء والصفات الحقة بين يدي عقيدة اليوم الآخر، كيتحول هذا الخوف، الخوف كيتحول لواحد الراحة، لواحد الراحة نفسية عجيبة. سئل الجنيد رحمه الله يوما عن دمعة الخوف، فقال لك الدمعة دي الخشية، قال إن العين بها لتدمع وإن القلب بها لا يفرح. شيء عجيب جدا، يعني حينما يتدبر الإنسان ويذكر ذنوبه يأسى ويأسف ويحزن ويبكي، هذاك البكاء الله جل وعلا يحوله إلى حلاوة في القلب. هذا الشيء ما كيوقعش في الخوف الطبيعي أو في الخوف المرضي، كلا كاين في الخوف التعبدي، وفرق كبير بين خوف العبادة وخوف العادة. خوف العادة يتأرجح بين الجبن والمرض، وهذا كله منقصة خوف العادة، الخوف ديال الأشياء في الأرض، تخاف من بنادم، تخاف من الأشياء، تخاف من الحشرات، كيكون فيه جبن إلى فات الحد دياله، كيكون جبن أو كيكون مرض. لكن خوف العبادة ماشي هو هذا، لا هو بجبن ولا هو بمرض، بل خوف العبادة تقوى وورع، وهو اللي كيعطي هذا المعنى في النفس، أي أن القلب يكون قد أيقان، هذا يقين. من اللي تولي تخاف، منين كتخاف؟ من اليوم الآخر، شفته ما شفت والو، وقعت فيه ما زال ما وقعتش فيه. فإذا أنت مؤمن بالغيب وعندك ما يسمى باليقين، واحد الحاجة ما زال ما وقعت، والناس كاين الكفار ما كيأمنوش بها، وهناك والعياذ بالله من هو في شك منها، وأنت آمنت بها إلى درجة أن خوفك منها صار له أثر في القلب، إذن عندك يقين باليوم الآخر، وهذا الذي مدح الله جل وعلا وجعله من المفلحين. إلا فهمت عقيدة اليوم الآخر والخوف والتقوى ديال اليوم الآخر بهذا الوزان، لن تكون بإذن الله إلا من الآمنين. ولكن الشيطان لعنه الله كيقدر يخسر الفهم لبعض الناس، أو يوسوس له ويحرف له هذه العقيدة. فعقيدة الإسلام عقيدة تشفي، عقيدة شفاء، كلها سلام، كلها طمأنينة، ولكن بهاد المعادلات العجيبة، خوف ورجاء، دمعة وفرح. اللهم اجعلنا من الفرحين بلقاء الله، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.